السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة الصف الأول الابتدائي. سنتناول اليوم درسا جديد من دروس اللغة العربية، وهو بعنوان التنوين. درس التنوين يبدأ من قواعد دروس اللغة العربية. سنتناول اليوم درس من دروس اللغة العربية وهو التنوين. نتناول الآن معنى التنوين. التنوين يا أبنائي هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب. مرة أخرى، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب. أي التنوين عبارة عن نون بتأتي في آخر الكلمة، هي تنطق نون ولكنها لا تكتب، تنطق فقط ولا تكتب. والتنوين يأتي مع الاسم فقط ولا يأتي مع الأفعال والحروف، أي التنوين يختص بالأسماء فقط ولا صلة له بالأفعال ولا بالحروف. وأيضا ويأتي التنوين مع الكلمة المجردة التي ليس بها ألف ولام، وعندما يأتي التنوين يأتي مع الكلمة المجردة التي ليس بها ألف ولام، أي التي لم تبدأ بألف ولام، مثل ولدا، معلم، مدرسة، حديقة، قلم، بيت. مرة أخرى، عنوان درس اليوم يا أبنائي هو التنوين. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب. التنوين عبارة عن نون تأتي في آخر الكلمة، تنطق نون ولكنها لا تكتب نون، ولكنها تكتب ألف. والتنوين يأتي مع الاسم فقط ولا يأتي مع الأفعال والحروف، والتنوين يأتي مع الأسماء فقط ولا يأتي مع الأفعال ولا الحروف. وعندما يأتي التنوين يأتي مع الكلمة المجردة التي ليس بها ألف ولام، يأتي مع الكلمة التي لم تبدأ بألف ولام، أي التنوين لا يأتي مع الكلمة التي تبدأ بألف ولام، ولكن يأتي مع الكلمة التي لم تبدأ بألف ولام، مثل كلمة ولدا، مثل كلمة معلم، كلمة مدرسة، كلمة حديقة، كلمة قلم، كلمة بيت. مرة أخرى، درس مهم جدا يا أبناء، درس التنوين. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب. أي التنوين عبارة عن نون تنطق في آخر الكلمة نون ولكنها لا تكتب نون. والتنوين عندما يأتي يأتي مع الأسماء فقط ولا يأتي مع الأفعال والحروف، أي التنوين لا يكون إلا مع الاسم فقط ولا يأتي أبدا مع الأفعال والحروف. وعندما يأتي التنوين يأتي التنوين مع الكلمة المجردة التي لم تبدأ بألف ولام، أي التنوين لا يأتي مع الكلمة التي تبدأ بألف ولام، بالعكس يأتي مع الكلمة التي لم تبدأ بالألف واللام، مثل كلمة ولدا، ولدا، كلمة معلم، كلمة مدرسة، كلمة حديقة، كلمة قلم، كلمة بيت. سنتناول الآن أنواع التنوين. للتنوين يا أبناء ثلاثة أنواع. النوع الأول تنوين بالفتح، النوع الثاني تنوين بالكسر، النوع الثالث والأخير تنوين بالضم. مرة أخرى، أنواع التنوين. للتنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. مرة أخرى، أنواع التنوين: تنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. ننتقل إلى شرح الثلاثة أنواع. أولا التنوين بالفتح. التنوين بالفتح يا أبنائي علامته فتحتين، علامته فتحتين، والفتحتان تكون على آخر حرف في الكلمة ثم زيادة الألف بعد، أي التنوين لم يكن، أي التنوين بالفتح لم يأتي على الألف ولكن يأتي على الحرف ما قبل الألف ثم بعد ذلك زيادة الألف بعد، مثل كلمة ولدا، كلمة معلم، كلمة كتابا، كلمة مدرسة. مرة أخرى، التنوين بالفتح علامته فتحتان كما بالشكل المثل أمامكم، على آخر حرف في الكلمة ثم زيادة الألف بعده، مثل ولدا، معلما، كتابا، مدرسة. النوع الثاني التنوين بالكسر علامته كسرتين كما بالشكل المثل أمامكم، تحت الحرف الأخير من الكلمة،
مثل كلمة مدرسة، كلمة حديقة، كلمة بيت. النوع الثالث والأخير التنوين بالضم، علامته ضمتان فوق الحرف الأخير من الكلمة أيضا، مثل مدرسة، حديقة، بيت. مرة أخرى، أنواع التنوين: للتنوين ثلاثة أنواع: التنوين بالفتح، التنوين بالكسر، التنوين بالضم. التنوين بالفتح علامته فتحتان كما بالشكل الماثل بين القوسين على آخر حرف في الكلمة ثم زيادة الألف بعده، مثل ولدا، معلما، كتابا، مدرسة. النوع الثاني التنوين بالكسر علامته كسرتان كما بالشكل الماثل أمامكم تحت الحرف الأخير من الكلمة، مثل مدرسة، حديقة، بيت. الشكل الثالث والأخير التنوين بالضم علامته ضمتان كما بالشكل الماثل أمامكم فوق الحرف الأخير من الكلمة، مثل مدرسة، حديقة، بيت. هذا هو شرح التنوين، معنى التنوين، أنواع التنوين الثلاث: التنوين بالفتح، التنوين بالكسر، التنوين بالضم. ننتقل الآن إلى تدريبات وأنشطة على التنوين. اقرأ الفقرة التالية ثم أجب. أنا ماجد، عمري 6 سنوات، تتكون أسرتي من أبي وأمي وأخي سالم وأختي الكبرى مريم وأخي راشد وجدي وجدتي. أنا أحب أسرتي كثيرا. مرة أخرى، السؤال الأول، اقرأ الفقرة ثم أجب. أنا ماجد، عمري 6 سنوات، تتكون أسرتي من أبي وأمي وأخي سالم وأختي الكبرى مريم وأخي راشد وجدي وجدتي. أنا أحب أسرتي كثيرا. أستخرج من الفقرة أبناء الكلمات التي تشتمل على التنوين بالضم، الكلمات التي تشتمل على التنوين بالكسر، الكلمات التي تشتمل على التنوين بالفتح. الكلمات التي تشتمل على التنوين بالضم مثل ماجد وكلمة ست. كلمات التي تشتمل على تنوين بالكسر كلمة سنوات وكلمة راشد. الكلمات التي تشتمل على تنوين بالفتح كلمة كثيرا. مرة أخرى، السؤال الأول يقول اقرأ الفقرة ثم أجب. أنا ماجد، عمري 6 سنوات، تتكون أسرتي من أبي وأمي وأخي سالم وأختي الكبرى مريم وأخي راشد وجدي وجدتي. أنا أحب أسرتي كثيرا. استخرج من الفقرة الآتية كلمات تشتمل على تنوين بالضم، ألاحظ كلمة ماجد وكلمة ست. استخرج كلمات تشتمل على تنوين بالكسر مثل كلمة سنوات وكلمة راشد. استخرج كلمات تشتمل على تنوين بالفتح كلمة كثيرا. نستكمل التدريبات. تابع تدريبات وأنشطة على التنوين. رتب الكلمات التالية لتكون جمل مفيدة. رأس السؤال يقول رتب الكلمات التالية لتكون جمل: أشرب، منعش، أنا عصيرا. ترتيب الجملة يصبح: أنا أشرب عصيرا منعشا. الجملة الثانية: مشرقة في شمس الصباح. ترتيب الجملة: شمس مشرقة في الصباح. الجملة الثالثة والأخيرة: طيور على تغرد الشجرة. ترتيب الجملة: طيور تغرد على الشجر. مرة أخرى، تابع تدريبات على التنوين. رتب الكلمات التالية لتكون جملا مفيدة. الجملة الأولى: أشرب منعشا أنا عصيرا. ترتيب الجملة: أنا أشرب عصيرا منعشا. الجملة الثانية: مشرقة في شمس الصباح. ترتيب الجملة: شمس مشرقة في الصباح. طيور على تغرد الشجرة. ترتيب الجملة: طيور تغرد على الشجر. نستكمل التدريبات. اقرأ ثم أجب. في يوم من الأيام شعرت حليمة بالحزن فظلت تبكي وهي نائمة على سرير صغير، وفجأة دخلت والدتها وسألتها: هل أنت بخير؟ فردت حليمة عليها: لا، لقد تذكرت موقفا حزينا حدث في المدرسة. فضمتها فابتسمت حليمة وقالت: أحبك يا أمي. مرة أخرى، السؤال، اقرأ ثم أجب. في يوم من الأيام شعرت حليمة بالحزن فظلت تبكي وهي نائمة على سرير صغير،
وفجأة دخلت والدتها وسألتها: هل أنت بخير؟ فردت حليمة عليها: لا، لقد تذكرت موقفا حزينا حدث في المدرسة. فضمتها فابتسمت حليمة وقالت: أحبك يوم. أستخرج من الفقرة يا أبناء اللي قرأتها كلمات تشتمل على تنوين بالفتح، كلمات تشتمل على تنوين بالكسر، كلمات تشتمل على تنوين بالضم. كلمات تشتمل على تنوين بالفتح، لاحظ كلمة فجأة، كلمة موقفا، كلمة حزينا. مرة أخرى، الكلمات التي تشتمل على التنوين بالفتح: فجأة، موقفا، حزينا. كلمات تشتمل على تنوين بالكسر: سرير، صغير، بخير. كلمات تشتمل على تنوين بالضم: حليمة، نائمة، تذكرت. مرة أخرى، اقرأ ثم أجب. في يوم من الأيام شعرت حليمة بالحزن فظلت تبكي وهي نائمة على سرير صغير، وفجأة دخلت والدتها وسألتها: هل أنت بخير؟ فردت حليمة عليها: لا، لقد تذكرت موقفا حزينا حدث في المدرسة. فضمتها فابتسمت حليمة وقالت: أحبك يا أم. كلمات التي تشتمل على تنوين بالفتح: فجأة، موقفا، حزينا. كلمات تشتمل على تنوين بالكسر: سرير، صغير، بخير. كلمات تشتمل على تنوين بالضم: حليمة، نائمة. طب أنا كاتب يا ابني كلمة تذكرت بها تنوين بالضم؟ لا، هذه الكلمة ليست بها تنوين بالضم، لأنها من الأفعال وليست من الأسماء، لأنها من الأفعال وليست من الأسماء. هكذا انتهينا من شرح درس التنوين، ولنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس